بتاع الفرن كده وكده، العالي والواطي. طب ما انا هجرب ازاي؟ اللي هو بيخلي النار عاليه ويخلي النار واطيه، خليط الهواء، بيخلط الهواء مع النار. ماشي. يعني انت لو قفلتي كده ماشي مفيش هواء، هيدخل لي غاز، النار هتبقى كبيره هتطمط. ماشي. جاي فاتح كده ندخل هواء، تبدا تظبط درجات ايه الهواء مع النار، يدي لي ايه يقلل لي ايه كثافه، زي لمبه اللحام كده لما بتفتح الهواء تدي لها الاكسجين. ماشي. تبدا معاك ايه تظبط النار تهدى وتدي لك دفعه نار ايه شديده كده. ماشي. كده ماشي. بعد كده بتقفل ده كده اهو. ماشي. وتقفل.